سعيان لا يغني أحدهما عن الآخر، السعي في طلب العلم والسعي في طلب الرزق. وطلب العلم لا يتعارض مع العمل، فلأن يستغني طالب العلم بحرفته خير له من أن يكون عالة على غيره. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. وكيف تعوق الحرفة عن العلم وقد قام بها الأنبياء؟ فداود عليه السلام كان يأكل من عمل يده مع أنه كان ملكا نبيا، وهذا يدل على فضل الحرفة. ولا يتعلل صاحب الصنعة بضيق الوقت، فلو ذاكر ساعة يومية لقرأ ما يزيد على 7000 صفحة، أي 15 مجلدا في العام الواحد. وقد نسب كثير من العلماء إلى الحرف، كالمحدث يحيى القطان نسبة إلى بيع القطن، والفقيه أبي بكر القفال نسبة إلى صنع الأقفال، والنحوي أبي إسحاق الزجاج نسبة إلى صنع الزجاج. فتعلم واكتسب قوتك بعمل يدك. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.